برنامجكم يشيم بيت اهل الجود تلتنغلهم قابل حتى شوف الناس تلتنغلهم قابل شوف الناس تلتنغلهم قابل يومي الزمان بشان يتغير بس حبك يا ابو السجاد زادوا بالقلب يكثر وين اللي وقفوا ضدك ما الهم ذكر يذكر بالدنيا خسر شفناه ويخسر ساعة المحشر بالدنيا خسر شفناه ويخسر ساعة المحشر ها وشوف الدنيا سوت بيه شوف الدنيا سوت بيت كان معاد الزايد الدنيا سوت بيت كان معاد الزايد شوف الدنيا سوت بيت كان معاد الزايد السلام عليكم من بيوت الجودي والكرم نلتقيكم ومن كربلاء وطريق لبيك يا حسين نواثيكم حياكم الله أحبتي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بيوت الجود وإن شاء الله اليوم راح نكون بيت جود آخر من بيوت الجود والكرم التي تقدم للزوار أشكال الخدمة وأنواع الخدمة خليكم ويانا في هذه الحلقة من برنامج بيوت الجود خطواتهم صوت الدمع مثل النداء وما تنسمع والليل خيد عمر الشمي وانا انتظرهم والليل تواصلوا أحبتنا المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج بيوت الجود والكرم التي تقدم للزوار ما تقدم في كل عام خدمة مميزة خدمات كثيرة كرم وحسن ضيافة للزوار من أقصى العراق من المحافظات الجنوبية وحتى كربلاء وشمال العراق ومعي أحد خدمة المواكب خدمة الحسين سلام عليكم وعظم الله أجوركم وبعمركم ونعود لكم الأجر إن شاء الله وثبت أقدامنا وأقدامكم على الإيمان الله. دعنا نبدأ بأقسام الموكب منين يتكون هذا الموكب تاريخ الموكب يمتى بديته بهذا البيت احنا نقول بيت جود بيت كرم الله جاء الإمام الحسين عليه السلام هذا موكب موكب غريب طوس تأسس عام 1904 2004 بعد السقوط بسنة أسسنا هذا الموكب في هذا المكان هذا مكان كانت مزرعة احنا أخذناها قطعة من المزرعة الآن ولو استولوا على السائل وقالوا هذه إلا القطعة إن شاء الله جاه الإمام الحسين ما يعرفونها فهذا الموكب قديم من أهالي البصرة سنويا ننتظر هذه العشرة فارغ الصبر أي موكب من البصرة؟ الزبير صفان نعم احنا أخوان عمان أهل الزبير وأهل صفان فنجي نجي هنا في تريلاتنا هاي شوفت انا اربع تريلات نحملها الحمد لله شكرا بركات الامام الحسين عليه السلام فنبدي هنا من يوم 7 صفر حد نهايه الاربعينيه نذبح ونبيت الزوار نعطيهم اكل مشرب منام يعني هنا نذبح المكان كرم سامع الثيران والطليان في هذا المكان يم الشجره هذا ناصب الى مكان هنا الطبخ التوزيع يصير بالشارع وننصب شوادر الفراش وننطلق بالإضافة للمضيفة بذاك الصبع بالجزرة الوسطية فهذه سنوية نبدأ هنا من أيضا مخبز كادر نشرب أنا والله مخبز الحمد لله خبز وافير وريوق احنا 3 وجبات باليوم ريوق مع عشاء مع غداء هذه متوفرة للزائر بالإضافة للخدمات الأخرى بين الوجبتين مثلا
يعني نوزع يعني حلال الزائر الامور اللي تنطبخ سريعه خلينا نقول للزائر كلها متوقعه مفرق لبلبي شغلات حلويات وشنو هذا كلها ما شاء الله كوادر عندكم مختصه كوادر مختصه كل من واختصاصه الطباخ طباخ الخباز خباز القصاب قصاب القهوتشي قهوتشي الخادم التنظيف خادم التنظيف وموزعينها كوادر كل من مسؤول عن هذا اليوم احنا لاحظ اكو عنصر نسوي يشارك دائما بالزياره اكو خدمه نسويه عندكم مخصصه اماكن للنساء عندنا مكان للنساء مسؤوله عليه النساء ما حد يوصلها من عندنا فتجي الزائرات سواء المبيت ولا اكل ولا غدا عشاء غيرها ريوف يمهن ايضا مجهز مثل ما الرجال يحتاجون يرسلون لنا نودي لهم احنا ورسلون الطاش مثل يقول محتاجين تمة محتاجين لحم محتاجين كذا خبز غيرها من المواد الاخرى نرسلهم بدي الشباب نودي لهم زين جيتكم من البصره الكربلاء هناك روحيه خاصه هناك قدسيه خاصه عبره خاصه تكون مهيئه تكون خاصه هذا كلام جميل حقيقه من نجي 10 ذني ال 10 الايام او اكثر من 10 احنا نبقى 14 يوم هنا من يوم 7 لنهايه 20 برا زياره اليوم نبقى هنا يشهد الله ما نحس بها من عمر يعني نشوف دائما قلوبنا مع الحسين مع الزوار تشوف احنا على الشارع العام يعني تشوف الشايب تشوف الطفل تشوف العجوز تشوف البيت تشوف يعني جميع الجنسيات تشوفها فتشوف هذا المقرم يمشي متعنت تلقاه من البصره متعلم الناصريه متعلم العماره يجي الامام الحسين فما زال بينا حيل ان شاء الله نخدم الامام الحسين وزوار الامام الحسين ووفقكم الله جميعا معروف انه يعني احنا اليوم منازلنا ما نقدم هيك خدمه حتى الضيف يمكن نقدم له خدمة لكن مو بحجم خدمة زوار الإمام الحسين شوف ضيوف من نوع خاص خلينا نقول شوف قضية الإمام الحسين سلام الله على الإمام الحسين لأن الإمام الحسين نفسه بما يملك لله سبحانه وتعالى فجازاه جازاه بمن جازاه هو بعد الله شأنه شانه أما إحنا سخرنا الله لهذا الرجل للحسين وأخيه أبو الفضل العباس مثل ما هو دافع لكل شيء لله احنا ندفع له كل شيء من عندنا للامام الحسين يعني عندنا استطاعة لو يقولون ابنك هذا ذبحه هو حلال ويشهد الله انا واحد ما اسال بحبه وجميل يعني كل الناس كل الاخوه كل الخدام اليوم تكون ما حد يستنكف خدمه الزائر بالعكس شوف انا ما اسمي لقيت يوم من الايام شيخ معمم رجل معروف على مستوى معلم لو اقول اسمه معروف بس ما اقول اسمه هو ان شاء الله الامام الحسين فرحنا زرناه من موكبنا رحنا زرناه انا واخوي السيد سيد محسن لقينا الشيخ يكنس بالحمامات كان شيخ لا لا هو هذا يوصلني للمرحله اللي اريدها خدمه امام الحسين خدمه الحمامات خدمه المضيف اكنس كذا انا اكون خادم شنو الخدمه اللي اقدر اقدمها للزوار وهي بثواب الامام الحسين انا بامكاني اقدمه موفقين ان شاء الله بالختام شكرا جزيلا لكم ان شاء الله طول في العمر بخدمه الامام الحسين اذا احبتي المشاهدين راح نستمر وياكم بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج بيوت الجود ابقوا معكم المشاهدين مع قسم آخر من أقسام بيوت الجود هو المطبخ وأحد الطباخين المطبخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعظم الله أجورنا وأجوركم أكلمنا عن طبيعة عملك بالمطبخ شنو تقدم للزوار المطبخ؟ والله إحنا نقدم يومية الرئيسيات ثلاث وجبات ريوق وغداء ووجبة عشاء الوجبة الريوق الصبح يعني حليب وأجبان بيض الوجبة الرئيسية عندنا في الظهر هي الغداء لحم تمن خبز وبعض الخدمات العشاء نفس الشيء اكثر شيء دجاج ومع الترتيبات زين مقسمين انتم بالمطبخ شفتات او وجبات بالضبط احنا بالنسبه لنا كادر الطباخين عددنا يكون اربع نفرات خمسه كل من وعمله يعني اكو من عندنا عملهم على الطبخ على الترتيبات على التنظيفات يعني انتم طباخين اربعه قلت لي من اربعه الى خمسه دول الاربعه بوقت واحد او كل واحد الى وقت كل واحد وجبه لا لا متواجدين دائما بالمطبخ خمسه اثنين الله جاي ندير العمل العمل عندنا يوميا ايش قد تطبخون ما يعادل ايش قد ما يقال يوميا يعني الظهر اربع جلسه تمن او خمسه خبز الخبازين هم يخبزون ويحاولون لنا خبز او كيسين او كيسين ونص يعني هالرقم
زين هذا عمل مو متعب؟ لا بالعكس، خدمة الزوار الإمام حسين القوية الصادق سلام الله عليه رحمه الله من أحيا أمرنا، فهذا أمر الحسين لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإحنا نحاول نحيي هاي الشعيرة وهذا الأمر خدمة الحسين. إن شاء الله موفقين، شكرا جزيلا حبيبي. الله أنك تستمر في هاي الخدمة وتكون قدام الإمام. حبيبكم الله يحفظكم. شكرا جزيلا لك. إذا أحبتي المشاهدين راح نستمر وياكم بهذه الحلقة من برنامج بيوت الجود. خليكم. ندري شنو بصدري دم لو دمع بيجري، شرياني ما ادري ايش جرت، ويلي ويلي من الجود إلى الجود. نستمر وياكم أحبتنا المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج بيوت الجود، ومع قسم آخر من أقسام بيوت الجود هو المخبز الخاص بهذا البيت من بيوت الكرم هذا الموكب. السلام عليكم، عظم الله أجرنا وأجرك إن شاء الله. الله بداية كلمني عن طبيعة عملك، أنت أحد كوادر المخبز إن شاء الله. شنو قادمنا؟ شنو عملك؟ والله عملي أعجن وأباشر العمل. نعم. وإن شاء الله أكون مثل ما أنت سيد. معدل يوم إيش قد تعجين؟ إيش قد تخبز الزوار؟ والله مو سوى مرات شيء، مرات شياس، مو سوى استمرار. على استمرار الوجبات، ريوق، غداء، عشاء. غدا، عشاء، مرات إضافة لا ولا العشاء يصير زوار تجيني. سمت نور عندكم هنا تشتغلون به؟ هنا عندنا اثنين نشتغل. تلحقون على الخبز بهذا النية؟ لا نلحق على الخبز ونستمرين ان شاء الله. هذا يعني خاص بس بقسم الرجال؟ هذا بس بقسم الرجال، بس بالنساء واحد. خاصات بالنساء؟ نساء واحد، وهذا بس بالرجال. رسالة الزوار الإمام حسين ان شاء الله، رسالة الزوار حسين ان شاء الله نخدمهم كل سنة وكل عام ان شاء الله. شكرا جزيلا، نتمنى هاي تستمر يعني هاي. شكرا جزيلا لك. اذا احبتنا المشاهدين راح نستمر وياكم بهذه الحلقه من برنامج بيوت الجود. قدمك ثار افراق ابويك، يرجع زماني يجرح لثاني، والقلب ثوار مذبوح. تواصلوا وياكم احبتنا المشاهدين في هذه الحلقه من برنامج بيوت الجود، ومع احد الخدم اللي دوره مهم جدا هو ترحيب بالزوار مثل ما سمعون هذا الصوت للترحيب بالزوار الإمام الحسين على وجبة الغداء والعشاء. تعالوا أنا بعدسة الكاميرا ونشوف السيد يستقبل الزوار. السلام عليكم سيد، عظم الله أجوركم. أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم إن شاء الله. عظم الله أجوركم باستشهاد أبي عبد الله الحسين، الله يحفظكم. أنا أشوف دورك جدا مهم اليوم، الترحيب بالزائر، سوي له حافز معنوي، تستقبل الزائر بهذه الكلمات، كلمات من الجنوب والكلمات الطيبة اللي دائما الزائر يوقف من يسمع هذه الكلمات، يخجل من هذه الكلمات. شكرا لله. والله يا أخي الكريم، تعرف إحنا ذن الأيام نحسب لنا حساب يعني من حياتنا أن يكون، لذلك نستقبل الزوار اللي يصح بدينا نحط الزائر بالقلب، والله مو يقعد بالقاع، حطه بهاي. لذلك بلهفة نجيهم. حماس برغبة. أنا شفتك يعني بالمايك وصيح للزوار، خلينا نسمع منك شلون ترحب بالزوار، شلون تستقبل الزوار. يا الله استريح الزوار، رحم الله والديكم، اخذ مرادك من زاد أم البنين زوار، عظم الله أجوركم، قواكم الله، وصلت الزوار إن شاء الله، هلا بيكم ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم، الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. اذا احبتي المشاهدين راح نستمر وياكم في هذه الحلقه من برنامج بيوت الجود بيوت الكرم، وان شاء الله ايضا يعني من اقسام الموكب المهمه هي الدله التي تنم عن الاصاله العربيه، قسم القهوه، قسم الشاي. السلام عليكم حجي، عظم الله يجورك، موقف ان شاء الله، قواك الله، سولف لنا قهوه عامره ان شاء الله للزوار. ان شاء الله قهوه عامره تشتغلها بيدك القهوه، صارت بس على القهوه ابي اشتغلها بيدي. هاي بس الزوار، هاي بيها طعم خاص، نكهه خاصه مال حسين. لا احنا جايين خدمه الزوار، احنا جايين من البصره جاي خدمه الزوار. زين هاي قهوه خلطتها خاصه، هاي مال الزوار تختلف عن كل قهوه، كل دله، كل مضيف. عامه بس هي خصوصا اول مره للزوار. يعني بالمضيف القهوة تختلف عن طعمها هنا. نعم نعم الإمام الحسين. نعم نعم. بروح حلوة بطيب. الحمد لله هيل عليها يعني قهوة طحن موها من هذا
براجيل. يعني تشتغلها تطحنها وتجيبها هنا للموكب خاصه بالموكب. لا مطحونه وكامله للموكب. زين ايش قد تبقى تحضرها انت قبل لا تجي للموكب؟ تنتظرها سنه على سنه؟ قبل لا قبل اسبوع. لا قبل اسبوع يعني كم سنه تنتظر تجي تسوي قهوه؟ نحمد الله وشكره الحمد لله. قبل اسبوع تكمل دلالك، تكمل فناجين، تكمل هذه دلال القهوه. كيف تقول الزوار الامام الحسين؟ ها كيف تقول لهم زوار الامام الحسين؟ زوار الحسين تفضلوا هاي قهوه الحسن، تفضلوا شربوا من قهوه الحسن. موفقين ان شاء الله حجينا. شكرا جزيلا لك. شكرا لله. الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. الله يحفظكم. اذا احبتي المشاهدين راح نستمر وياكم بهذه الحلقه من برنامج بيوت الجود. خليكم خطواتهم صوت الدمع مثل النداء وما تنسمع والليل خايد. نتواصل وياكم احبتنا المشاهدين في هذه الحلقه من برنامج بيوت الجود بيوت الكرم، وايضا في بيوت الجود هناك خدمه من نوع اخر لكل بيت جود، رادود وخادم للمنبر يخدم المنبر الحسيني في اقامه العزاء. ومعي رادود هذا البيت بيت الجود. السلام عليكم وعظم الله اجوركم. عظم الله اجورنا واجوركم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا أردنا أن نبدأ أنه كل محافظة اليوم تتميز، وكل رادود من محافظة يحكي بلهجة أهل الجود، يتميز باختيار الأبيات الكلمات الشعر من محافظته كجنوبي من البصرة إن شاء الله. أغلب اختياركم الكلمات اللي تختاروها بالموقف؟ احنا بالنسبه للجنوب البصره ناصريه عماره اللهجه مالتهم وحده وابياتهم وحده، يعني ناخذ احنا من الناصريه من البصره من العماره هذول شعرائنا الموجودين ناخذ من عندهم. عندنا مثلا الابيات البذيه واكو نعي، انا بنفس الوقت هم الف هم اكتب عندي، واكثر ما اتاثر به اثناء الرثاء ليله الحادي عشر، لان ليله الحادي عشر هي أشد ليلة على الحوراء زينب سلام الله، هي الليلة التي فقدت بها الحسين، هي الليلة التي تولت بها زمام أمور العائلة، وهاي شديد عليها. وزينب عندنا أكو روايات تقول خرجت في ليلة الحادي عشر تدور على الحسين، ها ومن وصلت للأجساد عثرت بجسد الجسد ولدها وما استوقفها الجسد، ما لها شغل بي لان هي وين همها تريد توصل للحسين. انا كتبت عليها واكو شاعر ثاني كاتب فاثنينهن راح اللي زين يعني القصيده نعم جميله نعم نسمع. تقول يا يما يا عثرت بيك يما وما دريتك، من عثرت بيك يمه وما دريتك، ومن شوقي لخالك نسيتك يمه نسيتك نسيتك، وانا لخالك يا بعد امك فديتك يا يمه. يقول لابناي يا ابنا ماي عقب ما شف زمان سطر، يا ابناي همت والبين فوق بيوت، والله يا ابناي عثرت بابني وقلت له فشل يا ابني اظل يمك وخالك عين لي، اظل يمك وخالك عين لي. صلوا على محمد وآل محمد. وآل محمد. في الختام شكرا جزيلا لكم، موفق ان شاء الله على هذه الكلمه. موفق الجميع ان شاء الله، الاول الي والثاني للشاعر الاخر من اهل النصر. موفق ان شاء الله، شكرا جزيلا لك. اذا احبتي المشاهدين راح نستمر وياكم في هذه الحلقه من برنامج بيوت الجود، واعتقد دقائقنا الاخيره كانت من عمر الحلقه، حتى الملتقى في حلقات اخرى، وان شاء الله الاستمرار بالحلقات القادمه، حتى الملتقى، في امان الله. Oh, 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 oh
الله.